الفقرة الثالثة عنوان بيقول إنه توقف 90% من مصانع الزيوت، زيوت الطعام. خلونا نتابع التقرير. ده العنوان ودي تفاصيل سريعة فيما يتعلق بتوقف 90%. إلى أي مدى الرقم صحيح؟ ولو ده صحيح أثره حيكون كيف على احتياج السوق؟ معنا الأستاذ أسامة الأنصاري، نائب الأمين العام لغرفة إنتاج الزيوت، واحدة من الغرف اللي كانت معنية بهذا الأمر. أستاذ أسامة مساء الخير. طيب الهاتف الاتصال متواصلين مع الأستاذ أسامة، الزملاء يورونا. طيب متواصلين مع الأستاذ أسامة الأنصاري نائب الأمين العام إنتاج الزيوت سابقا. السؤال أولا لأنه الخبر مفزع، يعني إذا في توقف ل 90% من مصانع الزيوت حيبقى في إشكالية كبيرة. أستاذ أسامة تسمعنا؟ نعم. كيف أحوالك؟ الحمد لله. شكرا الحمد لله. لوجودك معنا. أستاذ أسامة الأنصاري نائب الأمين العام لغرفة إنتاج الزيوت سابقا. أستاذ أسامة العنوان توقف 90% من مصانع الزيوت، دارين تعليق منك إذا كان الخبر ده صحيح وأسبابه. والله التوقف حقيقي صحيح. أسبابه؟ والله أسباب كثيرة، يعني من الأزمة السياسية في 25 أكتوبر، 25 أكتوبر من الأزمة السياسية اللي كانت مؤثرة جدا ووقفت أصلا المنطقة الصناعية تعبانة والبنية التحتية بتاعتها تعبانة جدا جدا، والكهرباء سبب أساسي ما موجودة. سامعينك أستاذ أسامة؟ أيوة. كهرباء غير متوفرة خالص خالص، والجاز بتزايد باستمرار طوالي، يعني من البرميل كان ب 1000 جنيه هسه وصل كم 60000 جنيه. نعم. طيب الارقام عاليه جدا جدا عاليه جدا جدا، وبعدين المحليات ذاتها شفتها لو ما رفعت يدها من المحليات دي لازم ترفع يدها من المصانع. يعني المحليات بتخط مصاريفها وحاجاتها على المصانع، بتوزعها على المصانع الشغاله. خلت الضغط شديد على المصانع اللي بدها يتم المصانع الحاجات اللي فوق طاقتها يعني. طيب استاذ سامح، احنا بنتكلم عن توقف 90% من مصانع الزيوت، في تفصيل للرقم؟ يعني ده توقف كلي، توقف مؤقت، يعني تفاصيل اكثر، لانه بنتكلم عن 90% معناه بنتكلم على ازمه. هو مؤقت يعني. لو زالت الاسباب بيزول طبعا. توقف مؤقت بمعنى يعني دي لو رسالة احتياجية ولا؟ لو زالت الأسباب ممكن المصانع دي تشتغل عادي. يعني هي توقفت الآن عن الإنتاج وعن العمل وطلعت من السوق. لو تحسن المناخ العام ممكن ترجع. ممكن ترجع. أول المينا ده، شفت المينا ده لازم الوقفة بتاعت المينا والقفلة بتاعت المينا دي ترجع، وترجع لينا تاني الشغلة بتاعت الصادر وكده، على أساس إنه الصادر هو المصدر والمزارع والمصنع. ده حلقة واحدة. ما لم يكون في صادر مستقر ويكون في تلقى الصناعة ما مستقرة، لازم الثلاثة حلقات ديل يكونوا شغالين مع بعض. فانت في ظل القفلة دي اثارها حتظل لسنين لقدام، حتخلي المزارع ذاته يتردد انه يزرع الموسم الجاي ولا ما يزرع. استاذ اسامة، عشان يتحسن الوضع والمصانع دي ترجع تشتغل. احنا سامعينك كويس جدا، انت سامعنا؟ أستاذ أسامة كنت بسأل لو سامعنا عشان ترجع المصانع اللي أنت ذكرت أنها توقفت نتيجة للأسباب اللي أنت أشرت لها، عشان ترجع مرة ثانية شنو المطلوب وشنو الجهة اللي أنتم تواصلتوا معاها أو مفروض تتواصلوا معاها في الدولة في الحكومة عشان تعالجوا المشاكل دي؟ أستاذ أسامة سامعنا؟ طيب للأسف احنا يعني واجدين صعوبة في التواصل مع الأستاذ أسامة الأنصاري نائب الأمين العام لغرفة إنتاج الزيوت سابقا، للحديث عن موضوع بصراحة يعني فعلا مخيف، إنه نتكلم عن توقف 90 مصنع للزيوت، حاجة السوق نفسه، العمالة نفسها الموجودة
في المجال الصنعة دي نفسها تراجع لدرجة أنه 90% من الشغالين في المجال ديل يعني اتخذوا قرار أنه ما احنا نقدر نشتغل لأن الأوضاع غير جاذبة. دي مسألة يعني تحتاج إلى أنه يتم التعامل معها من وزارة الصناعة من الجهات ذات الصلة. الموضوع طبعا بيحتاج تشجيع خصوصا فيما يتعلق بالصناعة، أنت بتحتاج أنك تشجع الصناعة بشكل كبير، مش يعني تضيق عليها لدرجة أنه يحصل أنه 90% يقرروا مع بعض أنه يطلع. يعني لو في خير ما أظن أنه ممكن الأمور تصل للي احنا وصلنا له.